خلينا نفهم أكثر جريمة الشرف شو بتعني وشو نظرة القضاء اللبناني إلى هيك نوع من الجرائم. بقول صباح الخير للمحامية جنان عواد. جنان صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك عبر راديو ام بي اس. شكرا. خلينا هيك بالبداية نعرف من حضرتك هيك القضاء اللبناني كيف بينظر لجريمة الشرف وكيف بيحددها بأي نوع بأي إطار؟ أوكي. جرائم الشرف بالمبدأ أو بالقانون ما في جرائم مسمى بجرائم الشرف. نعم. هيدي التسمية منا موجودة بقانون العقوبات اللبناني. لكنها هي من التعابير المتداولة بالاجتهاد والفقه بين القضاة والمحامين وسائل الإعلام والناس. هي جريمة ما هو الشرف؟ الشرف هي كلمة شخصية نسبية جدا. بالنسبة للبعض يكمن فقط في العلاقات المرأة الجسدية. بالنسبة للبعض الآخر هي كناية عن التضحية والمروءة والشهامة الكرامة الأخلاق السير الحسني الإيمان غيرها من كثير من الصفات البشرية. القانون اللبناني نص بالمادة 562 عقوبة. على العذر المخفف في القتل والإيذاء، يعني هيدي اعتبروها أو نحن القانونيين أو رجال القانون نعرفها حسب المادة 562، بينما متعرف عليها هي جرائم المسمى بجرائم الشرف. هيدي المادة 562 بتخفض العقوبة على الزوج الأب أو الأخ أو الإبن إذا أقدم على قتل زوجته أو ابنته أو شقيقته أو والدته في حالتين من العلاقات هما جريمة الزنا المشهود، يعني تكون المرأة مرتبطة بعلاقة زواج وتقوم بعلاقة أو بعلاقات خارج نطاق هذا الزواج. نعم. مع رجل آخر غير زوجة. أو حالة الجماع غير المشروع، أي عندما تكون المرأة مرتبطة بعلاقة جسدية غير مشروعة مع رجل أو رجال خارج نطاق الزواج. تخفض العقوبة للزوج أو للرجل. تخفض العقوبة بشكل ملحوظ من عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الحبس ما بين السنة لسبع سنوات. وتخفف عقوبة الغرامة أيضا. المادة هيدي المادة 562. نعم. لا تمنح الفاعل الجريمة أو الرجل على العذر، تعطيه العذر المخفف أو القانون بيعطيه العذر المخفف إلا إذا أقدم على القتل بفعل المفاجأة وعن غير عمد، أي إذا أقدم على ارتكاب الجريمة بثورة غضب شديد. إن غالبية الأحكام الصادرة في إطار الجرائم المسمى بجرائم الشرف تستند إلى عنصر الدافع الشريف. المادة 10 من مرسوم الاستراعي رقم 112 على 83 نص على أنه يكون الدافع شريفا إذا كان متسما بالمروءة والشهامة مجردا من الأنانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية. وهيدا الشيء الدافع الشريف بيعود لتقدير القاضي، تقدير السلطة، يعني عنده سلطة استنسابية. نعم. يعني تختلف من محكمة لأخرى. بمعنى شو المقصود بثورة، إذا بدي أقول شو مقصود بثورة الغضب، بثورة الغضب الشديد، إنه وبحالة المفاجأة إنه في حال إذا كانت علاقة شاف الرجل المرأة الزانية زانية مع غير زوجة وما هي وهي منا مرتبطة بعقد زواج معه أو علاقة جسدية غير مشروعة لفتاة غير متزوجة برجل غير مرتبطة به شرعيا. نعم، يعني كأنه القانون بخفف له بهيدي الحالة، بخفف له بطريقة كثير ملحوظة، بنزل من العقوبة، بخفض العقوبة. هيدي الجرائم الشرف أو الجرائم المسمى بجرائم الشرف بتجسد الاعتداء الفعلي على حقوق الإنسان وخاصة حق المساواة بين الرجل والمرأة.
المنصوص عنه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. طب ماتر بس نعم نعم تفضلي تفضلي. تجدر الملاحظة أنه المعاهدات والاتفاقيات الدولية اللي مضى عليها لبنان مصدقة تتمتع بقوة تنفيذية إلزامية تعلو على القوانين الداخلية، مما يقتضي على المحامين وجوب مطالبة المحاكم بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية أكثر من تطبيق القوانين الداخلية، لأنه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعلو على القوانين الداخلية. نعم. حتى الدستور اللبناني بالمادة 7 منه نص إنه كل اللبنانيين سواء لدى القانون، يعني نحن متساويين، كل اللبنانيين متساويين أمام القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم. ليش بدنا نفرق بين المرأة والرجل؟ نعم نعم. كذلك المادة 8 من الدستور اللبناني تنص على الحرية الشخصية، الحرية الشخصية موصونة وفي حمى القانون. هيدي المادة 562 لازم تنلغى كليا، لأنها تشجع على ممارسة العنف المنزلي والعائلي، وتجعل الجاني حكما ناطقا بالعقوبة ومنفذا لها، وتجمع في شخصه دور المحامي والقاضي والنيابة العامة دون وجه حق، وتؤدي هذه المادة إلى استيفاء الحق بالقوة، تجعل من المرأة الضحية الأولى المعرضة للعنف. طيب ماتر، إذا أنا هلأ بدي أتناقش أنا وياك، أنت حضرتك هيك كامرأة بتقتنعي بهيدي المادة اللي قلتيها هيك ببداية اللقاء، أنه في حال قدر الزوج وجد زوجته بحالة زنا مع رجل آخر يقتلها، والقانون يحبسه من سنة لست سنين أو لسبع سنين، بتقتنعي فيها؟ ما بيحق له أصلا يقتلها. نعم. هيدا الحق، يعني أنا كمحامية. نعم. في بس هي الأسباب التخفيفية، إنه بيتخفف من السجن المؤبد ولا هيدي، يعني أنا بالمبدأ هن مخففين، كانوا قبل عاملين عذر محل بيخلوه إنه يعني بيحلوه من العقوبة، ما بيعاقبوه. بعدين رجعت تعدلت وعطوه عذر مخفف. ولازم بالمبدأ تنشطب هيدي المادة، ما تكون موجودة بقانون العقوبات اللبناني. طبعا طبعا، لأنه شخص بيقتل شخص ثاني في قانون، مش هو بيستفي حقه. نعم، القانون يعني هو اللي بيخد له حقه، هيدي مخالفة. نعم. لحق الإنسان بالحياة 100%. ما حدا بحق له ياخد حياة حدا شو ما كانت الظروف وشو ما كانت الأسباب. نعم. بحب اخذ تعليقك ماتر على الجريمه اللي صارت بمنطقه بعقلين، هيك تقييمك هيك كمحاميه للشيء اللي صار، ما بعرف اذا تبعتيها و يا ريت تعطيني شويه تفاصيل اكثر. هو ما بعرف اذا كانت هي جريمه شرف او ما كثير يعني تعمقت بالموضوع، بس بالمبدا انه هذه الجريمه عطوا للشخص اللي ارتكب الجريمه انه هو ما عنده اهليه، انه هذا الشخص مختل عقليا، مختل عقليا، دائما عندهم هذا التبرير. نعم نعم. انا بيعود للنظر الى، نرجع للطبيب، الطبيب الشرعي لازم يقول اذا هذا الشخص فعلا هو مختل عقليا او لا. يعني او هيدي اول شيء. ثاني شغله، ما يعني لما بيكون الشخص مختل فعلا يعني بيطلع منه اكيد بيصدر منه اعمال ما بيتحمل مسؤوليتها. بس بهيدي الحاله نحن بنعود للقضاء وبنعود للطبيب الشرعي
هو اللي وعلى أساسه من بيتحدد العقوبة. نعم نعم. يعني أنا مش مطلع على تفاصيل التحقيقات ولا على تفاصيل الجريمة، بس بشكل عام أنه لازم ينعرف هذا الشخص فعلا هل هو شخص صحيح عاقل أو هو شخص غير أهل أو غير مدرك غير مسؤول. هيدا بيعود للطبيب الشرعي وللقضاء. لأنه دائما نحن عنا بلبنان لما زوج بيقتل زوجته دغري في عنا هذا الحكم المسبق قبل ما نسمع كلمة القضاء أو قبل ما نسمع كلمة المحققين، دغري منقول أكيد في شيء من الشرف بالموضوع، يعني هيك هن بيسموها، يعني أكيد في شيء ما لقت شيء على زوجته مثل ما بيقولوا لحتى صارت هيدي الجريمة. عنا هذا الحكم حتى قبل ما القضاء يعطي كلمته. هيدي دائما القواعد الاجتماعية والتقاليد دائما بتكون تتعارض مع مبدأ المساواة والعدالة. نحن كمجتمع عم نسعى للتطور، عم نسعى للتطور بشكل والمحافظة أيضا على ثقافة المجتمع. نحن ما مش ضد التقاليد ولكن بشيء لازم نحن ننشر الوعي بالمدرسة، ننشر الوعي بالكتب المدرسية من خلال وسائل الإعلام والاستفادة الإيجابية منها وسائل الإعلام حتى تغير نظرة المجتمع لهيدا الوضع عن طريق أسلوب التكرار والتكرار المتواصل بهدف إلقاء الضوء على الإشحاف اللي عم تتعرض له المرأة وعلى التمييز بين المرأة والرجل. وضع هذه وضع القضايا في الإطار الصحيح، معرفة صحيحة الأمور أو الدقة بالتحقيقات وشو ما نكون ما ناخذ نحن يعني فقط هيك على الظاهر، لازم نتعمق بالقضية تنعرف شو هو الموضوع. يعني ما لازم نعطي هيدا الحكم المسبق حتى، يعني شو ما كانت الجريمة، مش انه هيك بالظاهر نعطي الحكم المسبق، لا. نعم. طب هيدا القانون يلي حضرتك قبل شوي كنت عم هيك وضعتينا بتفاصيله، هل من الممكن انه يتعدل واذا في حال، ولا خلص القانون قانون بيبقى عطول يعني للابد، او من الممكن انه يتعدل خاصة هيدي المادة يلي بتخفف للرجل في حال قتل زوجته، في حال كان عنده سبب مقنع اللي هو زنا، انه تتخفف العقوبة من الحكم المؤبد الى السنة او للست سنين، هل من الممكن انه تتعدل ويرجع لانه الرجل في حال قام بهيدي الجريمة انه ينحبس مؤبد حتى ما يضلوا يستعملوها؟ يعني الرجال اذا كل واحد بده يخلص من مرته في مشاكل مع مرته بيتهمها بالزنا بيقتلها بيفوت سنة على الحبس وبيظهر. نحن اكيد كل شيء بيتعدل، لانه ما في شيء منزل. ايضا قانون عقوبات وضعه المشترع، وهو المشترع من هم المشترع هن النواب من الشعب. نعم اكيد مثل ما بيعملوا اقتراحات قوانين ومشاريع قوانين من وخاصة نحن صرنا بغير تخطينا يعني المسألة، صار المجتمع واعي أكثر. صار المجتمع عم بيطالب بحقوقه. نحن صرنا بإطار الثورة المطالبة بالحقوق، فمن حق المواطن إنه والمرأة خاصة إنه تطالب بحقوقها بإلغاء هيدي المادة كليا من قانون العقوبات. نعم نتمنى انه هيدا الشيء يتعدل، لانه في كتير قوانين يعني ما كتير مقتنعين فيها انه تتعدل لحتى هيك يصير في عدل، يعني فعلا عدل يعني على الارض، ولو انه نحن ما منآمن ابدا بعدالة الارض، يعني هيدا الشيء منه موجود ابدا. كلمتك الاخيرة ماتر هيك للك المستمعين اللي عم يسمعونا بهيدا الاطار.
أنا بتمنى على على المواطنين وعلى جميع المستمعين، وبتمنى على وسائل الإعلام إنه تسعى أو إلى إلقاء الضوء على هذه القوانين المشحفة بحق المرأة، واللي تميز المرأة عن الرجل في القوانين اللبنانية، حتى يتم إلغائها، يتم الضغط أكثر، أو حتى ما نبقى على قوانين عمرها من 1975 يعني أو قبل، يعني هيدي المادة تعدلت 1999 واستبدل العزل المحال بالعزل المخفف، يعني كانوا أول شيء ما يعاقبوا للمجرم، هلا خففوا له العقاب. نحن بدنا نعدل هيدي، مش بدنا نعدلها، بدنا نشيلها، بدنا نلغيها من القانون اللبناني. نعم، ان شاء الله بنتمنى هذا الشيء يصير بالايام اللي جايه. ما ترجينا لنا عواد، انا بتشكرك كثير على انضمامك لنا اليوم، وشكرا على اعطائنا رايك. اهلا وسهلا فيك، شكرا.